نحن الآن في جبل التركمان في مخيم عائشة. يقطن في هذا المخيم قرابة 250 عائلة. أيضا هناك العديد من المخيمات في هذه المنطقة. النازحون في هذه المخيمات نزحوا من جبل الأكراد ومن جبل التركمان ومن سهل الغاب إلى هذه المناطق الجبلية حقيقة، وسكنوا في الخيام نتيجة استهداف طيران العدوان الروسي وطيران النظام الحربية للمدنيين في الداخل السوري. سنقوم الآن بجولة تفقدية على أوضاع النازحين في هذه المخيمات. بين خيامتكم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عم انت من وين حضرتك؟ من بزيت، قرية بزيت، جسر شغور. جسر شغور. اي محافظة الدلتا. ساكن هون بالمخيم. ساكن بالمخيم. اول شيء بداية، ليش نزحت لهون المنطقة؟ نزحت من كثرة القصف وبيوتنا تدمرت وراحت. مين القصف؟ من مين؟ قصف من الجيش الاسدي المجرم. نعم. الطيران الروسي قصف عندكم؟ الطيران الروسي، الايرانية، حزب الله، الكل اجت علينا. نعم. روحت لنا الدور، ما طلع لنا شيء خالص، وهوين دورنا مبينه يعني. حضرتك ساكن هون بهذا المخيم؟ ساكن هون بهذا المخيم. عائلتك معك؟ كلهم معك. عائلتي وانا اولادي والكل. كيف وضعكم هون بالمخيم؟ وضعنا يعني لابعد الحدود مأساوي. لا تدفئه، لا حرامات، لا شيء، لا ابدا شيء عم يجينا. وانا واحد الناس صار كذا مره صورت يعني وشايف وضعي، ما شيء اجاني. حجي انا شايفك عندك مثل اعاقه، هاي اعاقه حرب او قديمه؟ اعاقه قديمه. لا قديمة. اعاقه قديمه. نعم. اي الله يفرجها يا عم. امين. الله يفرجها يعني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيفك يا خالتي؟ الله يسلمك رخالتك، الله يوفقك. من وين حضرتك؟ أنا من جبل الكراد. جبل الكراد؟ إي. قد إيش صار لك هون بالمخيم؟ والله صار لنا نحن يعني هون بالمخيم نحن نطبق السنة. نعم، احكي لي عن وضعكم في المخيم، كيف وضعكم؟ إيش بالمخيم؟ والله أيام ما يعطونا معونات. مثل سكر، مثل طحين، مثل رز، مثل هلا صار لنا يومين ثلاثة الحمد لله من وهلي عم يدعمونا هلا صاروا. الله يكثر خيرك وخيره. الله يسلمك. والله ايام عم ننام ابقى اول جايتنا تحت الزيتون، عم ننام بالشوارع، وين ما نروح يعني. يا خالتي ضيعتكم، نزحتوا من ليش نزحتوا بالبدايه لهون؟ قال لنا يضربونا جيش النظامي. يضربنا. وبالطيارات، وين ما نروح لك هدموا لنا البيوت، وين ما نروح ما لنا لجينا لهوني. ضيعتكم فيها الجيش حاليا؟ هلق مليان جيش ضيعتنا. ايوه. جيتي انت واولادك الكل جيتوا لهون؟ جيت انا وعيالي كله لهوني. ايوه والله. الله يعطيكم العافيه ويكثر خيركم. وايش بدي اقول لكم؟ والله ما بعرف يا ابني، هذا الله لا همنا عليه. بس مثل ما عم اقول لك يعني احنا الارامل لازم تدعمونا. ما هيك؟ في عندنا تقريص، عندنا عجاز، في عندنا عجاز، في عندنا اولاد، في انا عائلتي تسعه. نعم. الله ينعم علي. كلهم معك هون؟ اي والله. لا ايه معي هوني. اي الله يخليك هوني. الله يسلمك، الله يوفقك، الله يفرج علينا وعليكم. الله يسلمك. وميت اهلا وسهلا يا ابني، والله هذا اللي فينا عليه، بس يعني لازم تامنونا. ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. لكن الدنيا جايه عشان تجيبوا لنا ثياب تدفئه. هون التدفئه تعتمدوا انتم على صبغات المازوت او الحطب او ايش؟ لا والله يا ابن حطب. حطب؟ حطب متوفر هون الحطب؟ لا والله والله بنشتري، عم نشتري. تشتروا مشتري كمان؟ اي والله. اي والله. والله مشترك. ما في هون منظمات جمعية قدم لكم حطب او مازوت او هيك شيء؟ لا 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 ما في. ما في؟ لا والله. يعني وعما نشتري مشترى، وعما نعطيهم مازوت، وعما نعطيهم اللي يجيبوا لنا اياه، وهن يتأمنوني.
الله يفرجها يا خالتي. الله يوفقك، الله يكثر خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم من وين حضرتك؟ من شرف جبل كراد. من جبل كراد. نعم. كيف وضعكم بالمخيم؟ والله الوضع منيح، بس والله روحوا بيوتنا هاجرنا وبيوتنا انقصفت، خطف الجيش وقعد بيوتنا الجيش. بلادكم هلا محتلة لحد الآن؟ محتلة والله. نعم. إي والله. كيف وضعكم بالمخيم؟ ايش عندكم نواقص؟ ايش في شغلات محتاجينها أنتم؟ والله محتاجين من كل شيء والله. فقر مستويين والله من فقر مذبوح الدم من كل شيء معونات شغلات هيك والله مستويين سوي والله. بيوتكم اللي تركتوها بالضياع طلعتوا منها شيء؟ ما طلعنا شيء، راحت كلها والله ما طلعنا شيء والله. السيارة من هون يا ابن عمي؟ ما طلعنا شيء، راحت اخواتنا والجيش مركز عنا الضياع وما راح تم عنا شيء. ما حكينا شيء غير هالخدمات، ما تم عنا غير هالخدمات. ابني شهيد، راح لي واحد شهيد ابني. ايش كل واحد؟ واحد ابني اصابه هون بلاخبته وشفتين بجرياته، عندي اثنين شخفوا، عندي واحد راسه نتفت منه ما بعرفه لا ميت ولا طير. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عم. أهلا. احكينا عن وضعكم، كيف وضعكم؟ شو الوضع؟ والله برد، عم نروح من الجباعة كتفنا كموت حطب، المي نتفي قليلة والحطب ما في، هذا ايش ايش النواقص عندكم غير الحطب؟ هم غير الحطب ايش في عندكم نقص بالمخيم؟ والله بالمخيم الحمد لله هلا ما في نقص شيء. بس حطب ناقصكم؟ ناقصنا حطب، مي، الخبز شوي هلا صار كويس، ما صعب الخبز. من وين حضرتك عم؟ هلا من جبل الكراد. من جبل الكراد؟ ايوه. الله يخرجها يا عم. الله يسلمك. ما بدنا غير سلامتكم. الله يسلمك. اذا بتدعمونا بشوية حطب يكثر خيركم. احنا غريبين هون، شبين ما شبيننا، ما بنعرف وين بنروح وين بنجي. ضيعتكم وين احتل الجيش يعني؟ سلمى. انتم سلمى؟ الخط الاول سلمى. سلمى ايوه. وين؟ لما عرفوني محل الروح، الروم تجيب عود حطب ليك تخان نبي ضايق. والله ضايق، حالي تعبانه.